عجيب. نعم، لأن الفضة ليست لديها سمومية والإشعاع ديال المانيتيزم هذا المغناطيس بنفس هذا، بمعنى أن الرجال ملي كيحملوا ملي كيزينوا بالذهب يكون الجسم ديالهم مغناطيس مخشوش يتغنطس أكثر من المرأة، المرأة لا، الذهب ما يضرهاش، الرجال الذهب يضرهم من الناحية العلمية، ولذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منع الذهب على الرجال حرمه. نعم نعم حرمه. النحاس بالعكس ممكن العيالات والرجال ياخذوا خلخال ديال النحاس في يديهم، علاش؟ وحديد يكون احسن، لان النحاس ملي كنديروه في اليد اليسرى فهو كيجبد هذيك الهاله والمغناطيس لان جهه القلب. انا حيت كنشوف بعض الرجال نعم نعم النحاس. الان خاص هذه القطعه ديال النحاس خاصها تكون في اليد اليسرى هذه الان، وعلى الاقل خاتم ديال اقلها خاتم نحاس. نعم يدار في الاصبع، علاش؟ لانه كيجر هذاك المانيتيزم على القلب وكيجر المانيتيزم على الجسم. جيد. اكثر من ذلك نزيدوا ندقوا، المنطقه ديال مكه ما فيهاش مغناطيس، فيها مغناطيس قليل جدا، القطب الشمالي فيه مغناطيس كثير. من المفروض الناس ديال مكة يعيشوا أطول، من المفروض الناس ديال مكة يعيشوا أطول وما يمرضوش. نعم لأن هذه هي المنطقة اللي خلق الله المغناطيس ديالها والإشعاع ديالها قليل، والقطب الشمالي فيه مغناطيس كثير. احنا إلا قارنا روسنا مثلا مع مكة ما بعدش بها بزاف، 3 ساعات في الطائرة، يعني احنا عندنا مغناطيس أكثر منهم. لكن الآن مع يقلب الناموس الكوني أن الآن أمراض في العربية السعودية وفي دول الخليج كلها يعني حول مكة ولا حتى الشام يعني كله، هذه الدول عندها الآن أمراض أكثر من أمريكا، لأنها لم تحترم الناموس الكوني الذي خلقه الله لهذه المنطقة. ولذلك في النصائح اللي أعطيت للحجاج أنا قلت بأنه ما يتناولوش اللحم في مكة، ما الأحسن لا يتناولوا اللحم. لماذا؟ لأنه مسافر مضطرب عصبيا، وأن مكة جوها ثقيل ويجب أن يشرب ماء ويأكل تمر وشعير فقط. فهذه الأشياء ما نبقاوش حنا ناخذوا يعني من منطقة ضيقة، من واحد الزاوية ضيقة، ونقولوا بأن نعم هذه. فالإنسان عرف الحلبة وعرف الحلبة بأنها مفيدة، والحلبة هي الآن مفيدة، وزكت العلوم، وأن الإنسان كان ذكي، وأن الله سبحانه وتعالى خلق ناموسا كونيا، وأنه علم الإنسان كيف يعيش، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. هذا علم آدم داخل فيها كل شيء، أن الله سبحانه وتعالى علم الإنسان كيف يعيش في هذا الكون. الإنسان البدائي كان أذكى وكان أقرب للطبيعة من إنسان الآن. فالإنسان ما كان عنده ذيك الساعة لا طبيب ولا مستشفيات ولا شي حاجة، كان يعيش في الطبيعة، كان يعيش في الطبيعة، كان يحفظ الطبيعة جيدا ويعرف الأشياء التي تنفع والأشياء التي تنفع، يعني كان يعتمد على الأيتيولوجيا، يعني مش بحال يمكن حيوانات الآن هي الآن تنحى نفس المنحى. أعطيك مثال بسيط جدا، كان عارفوا أن هذوك الفئران الجيردانات الفئران ما كي علاش الشركات اللي كتصنع السموم ديال الفئران عندها مشكل؟ لان الفئران كيزيدوا واحد ياكل، الا مات ما كياكلوش، الا بقى حي عاد كياكلوا الفئران الاخر. انا فئران تجارب. ولذلك عمدت لا 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 الله سبحانه وتعالى اعطاه برمجه في الجسم ديالو هكذا. ديك المجتمع ديال الفئران الله سبحانه وتعالى نظموا على هذا الشكل، لانهم تمام مخلوقين، وكاين اللي تيقول لك عندهم مساوئ في الطبيعه، هما عندهم منافع في الطبيعه عليهم، ولكن ليس هناك خلق شيء مخلوق عبث، افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا يمكن شيء مخلوق عبث، ولا العقرب السوداء ولا اي شيء ولا حتى الصراصير، ليس هناك شيء مخلوق عبث، غير العلم مازال ما وصلش الاهميه ديال هذيك الاشياء. ومن جمله هذه الاشياء كما قلت لك، ليه ما الان الناس كلهم كيتكلموا على الحلبه وعلى الحبوب الكتان وعلى السانوج وعلى لماذا؟ يعني لماذا؟ لان الانسان عاش واحد الفتره ديال من بعد الاستعمار الى الان فتره كاذبه سوداء، انه اعتمد على العلم 100%. نعم فتره سوداء كالحه، لان الانسان ابتعد من الطبيعه، وان الانسان مشى بواحد السرعه ديال العلوم وديال التقدم التكنولوجي يعني مفرطه، انه الان اصابته كوارث طبيعيه، يعني منها 50% اللي كيموتوا بامراض القلب والشرايين. علاش؟ لان كانوا كينصحوا الناس ياكلوا اللحوم، لما كانوش الحمراء متخلفين، من اللي بداو تياكلوا اللحوم 50% كيموتوا بامراض القلب والشرايين. هذا ليس تقدم، هذه ليست حضاره. الحضارة هي الحضارة الإسلامية العربية التي وصلت إلى الأندلس، اللي علموا الناس كيفاش يغرسوا الزيتون والرمان، وعلموا كيفاش يعيشوا. ولكن هذا الشيء لا يذكر في التاريخ، هم يذكرون تاريخهم، نحن لا نذكر تاريخنا.
يعني هما ملي كيبغيو يذكروا المسمين كيقولوا الغزات، وهنا يعني هنا العلماء ديالنا ما يعني ماشي التدوين، حنا الناس اللي كيكتبوا ما دوغنوش، هذا هو المشكل اللي عندنا، مشكل التدوين، الكارثه ديال العالم العربي هو التدوين، ما كيدوغنوش. هذا الكلام اللي كنقولوا الان انا، لو غير هذا الكلام كان مدون وكان في كتب لكان بهر وبهض العالم الغربي. هذه المجموعه ديال الفئران الان الشركات اللي كيعملوا صنعوا واحد السم ما كيقتلش مباشره. قناة نصائح وإرشادات مجانية. كيقتل على 10 سوايع باش الفئران كلهم يكونوا خاضوه، من اللي غادي يموتوا يموتوا دفعة واحدة. هذه فهنا هذا يعني هذا التنظيم الله سبحانه وتعالى اللي خلقه في الجسم، ولا هذا التنظيم، هذا الانسان كان في المجموعه ديالو، وليس انسان بدائي، يعني بدائي فيما يخص التاريخ وليس بدائي فيما يخص العقل. انا لا اقول بدائي من الناحيه العقليه، انما بدائي من الناحيه ديال التاريخ، لان الفتره رقم صفر ولا واحد، وحنا دابا الفقره ان اللي كنسمعوا يعني. فهذا فقط، انه كان ذكي وكان انسان يعني عجيب. فهذا الانسان ادق شيء في الطبيعه كان كيحفظه، ادق شيء في الطبيعه كان كيحفظه. الان حنا واش كنشوفوا الطبيعه؟ كاين علماء الان في امريكا ازدادوا في المدينه في واشنطن وفي نيويورك وفي سان فرانسيسكو، ما عمرهم لمسوا التراب ولا راوا الباديه، ومع ذلك علماء الان يعملون المختبرات والمراكز العلميه والان يستمع لهم الناس. فعلا هذا الشخص لا راى نمله ولا راى بعوضه ولا راى حيوانا في حياته. عجيب. هذا هو الغريب في الامر، ليس كل من معه شهاده دكتوراه باحث، هذا وليس يعني كل من معه شهاده دكتوراه عالم، لان هناك اشياء تحامن الله سبحانه وتعالى، وهنا علماء يعني قاموا بتكوين انفسهم، هو تكون نفسه وحفظ الاشياء هكذا. الى خدينا مثلا غير الاطفال ديال الباديه، هل هذا الطفل محتاج لموسوعه علميه في التلفزيون؟ لا يحتاج موسوعه علميه، لانه يرى الحشرات ويرى الازهار ويرى النبات ويرى الاشجار، كيعرف الفصول، كيشوف النجوم في السماء، كيشوف القمر امتى كيطلع وامتى كيروح، كيشوف الاشياء، الاصوات ديال الحيوانات، الضفادع في الليل، الاصوات ديال الحيوانات في الليل ومع الصباح، يعني موسوعه كيشوفها بعينه كيعيشها. هذا لا يحتاج موسوعه. هذا ثم هذا الطفل اللي في المدينه، الطفل في المدينه واخا نعملوا له موسوعات فلن يفهم شيء الا لما يكون وسط الطبيعه. المراه لا، الذهب ما يضرهاش، الرجال الذهب يضرهم من الناحيه العلميه، ولذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منع الذهب على الرجال، حرمه. نعم نعم حرمه. النحاس بالعكس ممكن العيالات والرجال ياخذوا خلخال ديال النحاس في يديهم، علاش؟ وحديد يكون احسن، لان النحاس ملي كنديروه في اليد اليسرى فهو كيجبد هذيك الهاله والمغناطيس لان جهه القلب. حيت كنشوف بعض الدراري نعم الان خصهم هذه القطعه ديال النحاس خاصها تكون في اليد اليسرى هذه الان، وعلى الاقل خاتم، خاتم ديال اقلها خاتم نحاس. نعم يدار في الاصبع، علاش؟ لانه كيجر هذاك المانيتيزم على القلب وكيجر المانيتيزم على الجسم. جيد. اكثر من ذلك نزيدوا ندقوا، المنطقه ديال مكه ما فيهاش مغناطيس، فيها مغناطيس قليل جدا، القطب الشمالي فيه مغناطيس كثير. من المفروض الناس ديال مكة يعيشوا أطول، من المفروض الناس ديال مكة يعيشوا أطول وما يمرضوش. نعم نعم، لأن هذه هي المنطقة اللي خلق الله المغناطيس ديالها والإشعاع ديالها قليل، والقطب الشمالي فيه مغناطيس كثير. احنا إلا قارنا روسنا مثلا مع مكة ما بعدش بها بزاف، 3 ساعات في الطائرة، يعني احنا عندنا مغناطيس أكثر منهم. لكن الان مع يقلب الناموس الكوني ان الان الامراض في العربيه السعوديه وفي دول الخليج كلها، يعني حول مكه ولا حتى الشام، يعني كله هذه الدول عندها الان امراض اكثر من امريكا، لانها لم تحترم الناموس الكوني الذي خلقه الله لهذه المنطقه. ولذلك في النصائح اللي اعطيت للحجاج انا قلت بان ما يتناولوش اللحم في مكه، ما الاحسن لا يتناولوا اللحم، لأنه مسافر مضطرب عصبيا، وأن مكة جوها ثقيل ويجب أن يشرب ماء ويأكل تمر وشعير فقط فقط. فهذه الأشياء ما نبقاوش حنا ناخذوا يعني من منطقة ضيقة، من واحد الزاوية ضيقة، ونقولوا بأن نعم هذه. فالإنسان عرف الحلبة، وعرف الحلبة بأنها مفيدة، والحلبة هي يكون أحسن، لان النحاس ملي كنديروه في اليد اليسرى فهو كيجبد هذيك الهاله والمغناطيس لان جهه القلب. حيت كنشوف بعض الدراري عندهم نعم الان خصهم هذه القطعه ديال النحاس خاصها تكون في اليد اليسرى هذه الان، وعلى الاقل خاتم، خاتم ديال اقلها خاتم نحاس. نعم يدار في الاصبع، علاش؟ لانه كيجر هذاك المانيتيزم على القلب وكيجر المانيتيزم على الجسم. جيد. اكثر من ذلك نزيدوا ندقوا، المنطقه ديال مكه ما فيهاش مغناطيس، فيها مغناطيس قليل جدا، القطب الشمالي فيه مغناطيس كثير،
من المفروض الناس ديال مكة يعيشوا أطول، من المفروض الناس ديال مكة يعيشوا أطول وما يمرضوش. نعم لأن هذه هي المنطقة اللي خلق الله المغناطيس ديالها والإشعاع ديالها قليل، والقطب الشمالي فيه مغناطيس كثير. إحنا إلى قارنا روسنا مثلا مع مكة مبعدش بها بزاف 3 ساعات في الطائرة، يعني إحنا عندنا مغناطيس كثر منهم. لكن الآن مع يقلب الناموس الكوني أن الآن الأمراض في العربية السعودية وفي دول الخليج كلها يعني حول مكة ولا حتى الشام يعني كله، هذه الدول عندها الآن أمراض أكثر من أمريكا لأنها لم تحترم الناموس الكوني الذي خلقه الله لهذه المنطقة. ولذلك في النصائح اللي أعطيت للحجاج أنا قلت بأنه ما يتناولوش اللحم في مكة، ما الأحسن لا يتناولوا اللحم معلمه لانه مسافر مضطرب عصبيا، وان مكه جوها ثقيل ويجب ان يشرب ماء وياكل تمر وشعير فقط.